ايه الفرق بين ازمه منتصف العمر والخيانه؟ ازاي اعرف ان انا بتخان او ان انا دي جوزي بيمر بازمه منتصف العمر؟ اوكي والله الخيانه بكل اشكالها خيانه، صح؟ خيانه بكل الدرجات يعني، هي خيانه حتى لو بازمه منتصف العمر. ازمه منتصف العمر مش مبرر للخيانه ابدا، صح؟ ولا في اي مبرر للخيانه غير اختيارنا الشخصي. انا لما بخون انا مختار اخون، مش بخون عشان الطرف التاني غلطان في حقي في حاجه او مقصر في حقي او مكعبل في نفسه. انا اللي بقرر، كلها مبرراتي انا الشخصيه اللي بستخدمها عشان اخون وانا مرتاح، بس ما عنديش اي مبرر للخيانه حتى ازمه منتصف العمر. اوكي، شكرا جدا جدا يا دكتور، بجد استفدنا منك جدا النهارده، وانا فعليا ما كنتش فاهمه موضوع ازمه منتصف العمر كويس جدا.